نكمل بقى مع حضراتكم او نبدا خلينا كده نقول باول خبر معانا وهو خبر جيد جدا. التونسي علي معلول الظهير الايسر للاهلي نقدر نقول بقى اخيرا عاد بسلامه لمصر بعد تعطل وصوله بسبب الطيران، وهينتظم مع الفريق كمان بشكل هنا طبيعي. اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي ايضا عن التعاقد مع احمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجله لمده هنا 5 سنوات قادمه، واعرب بيكهام عن سعادته للعوده للاهلي بيته الاول طبعا لانه من ناشئين النادي زي ما كلنا عارفين، وقال ان حب الاهلي بيجري في دمي ولا استطيع وصف مشاعري بعد العوده ومن يعشق الكيان يجد صعوبه في الابتعاد عن جدراني. كمان اكد انه هيبذل قصارى جهده لتحقيق البطولات مع الفريق واسعاد الجماهير. يعني خلينا نقول الحقيقه هي صفقه جيده جدا، خاصه ان اللاعب هنا بيلعب في اكتر من مركز، يعني هو بيلعب مدافع بيلعب ظهير ايمن وبيلعب كمان وسط مدافع.